السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا لليوم مناكير البوت، واللي حنستخدم فيه عدة ألوان جميلة ومتناسقة حتى نحصل على هذا النوع من المناكير. مثل ما أنتم شايفين جهزنا الأظافر بالبيس كوت، بالإضافة لأنه قمنا بوضع اللاصق على المنطقة على الثلث العلوي من الأظفر. والآن حنبدأ بعملية طلاء الأظفر. حنختار في البداية اللون الأخضر. حنكرر العملية على باقي الأظافر وبألوان مختلفة. والآن قمنا بتغطية الجزء السفلي من الأظفر، وحنقوم بطلاء الجزء العلوي باللون الأبيض. هذا طبعا بهاي الطريقة بنكررها على باقي الأظافر. الآن حنقوم بوضع بعض النقاط حتى نحدد فيها أماكن الرباط الخاص بالبوت، وحنحدد ثلاث نقاط، لكن حتتدرج هاي النقاط بين التقارب، ومن ثم أبعد ومن ثم أبعد. حنكرر نفس العملية وبنفس الطريقة بالجهة المقابلة. حنحط ثلاث نقاط، وبعد هيك حنحدد. طبعا احنا استخدمنا هون الدوتينج تول بالحجم الصغير. طبعا حنستخدم الريشة حتى نقوم بعملية الوصل ما بين هاي النقاط، وحنوصل بهاي الطريقة. حنبدأ بإغلاق الرباط، ومن ثم عملية الكروس أو عملية يعني التعارض ما بين هاي الخطوط. حتكون هاي الخطوط متقاطعة بشكل حرف الإكس، وحنتابع نفس العملية. نحاول انها تكون هاي الخطوط متساوية فيما بينها، ولا يهم ان كانت النقطة مش دقيق موقعها، لانه هاي النقاط حنقوم بالإعادة عليها مرة ثانية. والآن حنقوم بعملية رسم خط أسود حول المنطقة البيضاء، لكن حيكون في مسافة معينة، فحنحاول نرسم قوس. حنبدأ من هاي النقطة، ومن ثم نقوم بعملية ثني نحو هاي المنطقة. هلأ حتى نكمل القوس بالطريقة الصحيحة والسليمة، حنبدأ من الجهة المقابلة بنفس المسافة. طبعا حنحاول انها تكون متقاربة قدر الإمكان. من ثم حنقوم بعملية كيرفينج أو الانحناء الموجود في أعلى البوت حتى نوصل النقطتين. طبعا نقوم بأي عملية تعديل مطلوبة. حتى يكون القوس متناسق ومرتب. هلأ حننهي باستخدام الدوتينج تول بالحجم المتوسط، وحنعمل النقاط النهائية عند منطقة البوت أو الرباط حتى نبرز الخطوط البيضاء.
طبعا نحاول انه احنا ما نكبر النقاط كتير، لكن هي الهدف فقط ابراز الرباط الموجود في البوت. حنكرر العملية على باقي الأظافر وبنفس الطريقة. وكالعادة حنقوم بالإنهاء بطبقة من المناكير الشفاف حتى نحافظ على التصميم ونعطيه شكل أكثر لمعان وأكثر إشراق. حنكرر هاي العملية على باقي الأظافر وبنفس الطريقة. نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.